السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة البركة تي في. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا بسيطلات ساهلين ساهلين ولذاد لذاد بزاف. ابقوا معنا باش تشبعوا المراحل وطريقة التحضير. نبداو البنات على بركة الله، كناخدو 500 غرام ديال الدجاج، كنزيدو عليه جوج وريقات سيدنا موسى، طروفات ديال الحامض، جوج فصوص ديال الثوم، عويدات ديال القرفة، شوية حبات ديال الهيل، جوج حبات ديال القرنفل، شوية الملحة وشوية البزار وشوية بسيبيسة، وكنخليو الدجاج ديالنا يطيب. من بعد البنات غندوزو للحشوة، غناخدو المقلة نديرو فيها شوية الزيت وجوج معلقات ديال الزبدة، وغنزيدو عليهم جوج بصلات صغار مشلضين. من بعد ما كتهبط ليا البنات شويه البصله، كنزيد عليها فلفل مقطع. انتم تقدروا تاخذوا اي لون متواجد عندكم ولا ديروهم كاملين، انا كان عندي متواجد الاحمر ودرت الفلفل الاحمر. بالنسبة للتوابل البنات، كنديرو معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة شونية، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة خرقوم، معلقة صغيرة كزبر كارم، جوج معالق ديال التحميرة، معلقة ديال الهريسة،
جوج معالق البنات ديال صلصة الصويا، تنزيدو عليهم معلقة كزبرة ومعدنوس وربع حامضة مصيرة، وكنخليو جميع المكونات طيب مع بعضها. كيف كتشوفوا الناس، من بعد ما طاب ليا الدجاج هنايا كنقطعو مربعات صغار وكنزيدو على الحشوه ديالي باش يطيب معاها. كيف كتشوفوا البنات هنايا، نزلت عليهم كاس ديال الفطر الاسود من بعد ما درتو في الماء سخون بما تنفخ ليا وقطعتو، وغنزيد عليه معاه شويه ديال الزيتون. هنا البنات كنزيدو الشعريه الصينيه من بعد ما سلقتها في المرق ديال الدجاج وكنضيفها على الخليط. باش نزيدو البنات النكهه ديال البسطيلات ديالنا كنزيدو عليها معلقه ديال الموطار وشويه ديال الفرماج مشكل. انا درت هنايا فرماج حمار وفرماج الموتزاريلا. واخيرا البنات هنايا زدت 3 معالق ديال المعدنوس. من بعد البنات ما وجدنا الحشوه ديالنا هنا، غندوزو باش نشكلو البسيطلات ديالنا. الطريقه راها سهله جدا، تبعوا مع الفيديو خطوه بخطوه وان شاء الله غادي يصدقوا لكم كيف ما كاين هنايا في الفيديو، راهم ساهلين وكاع المراحل باينين.
البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا، نتمنى يكونوا عجبوكم. راه كيجيو لذاد لذاد بزاف. ما تنساوش الاشتراك في القناة وديروا لايك لا فيديو.